إذن يجب على الإنسان أن يكون ذكيا وقاتلا وينهف أذنه لقول الله أكبر. الله أكبر. ساعة ما أقول الله أكبر لا يؤجل عملا، لا يؤجل الله أكبر في مطلوبها وبعد ذلك يأخذ أي عمل من أعمال الدنيا، لأن هذا اللقاء حيعينك على هذا العمل اللي بنسميه بركة الوقت. ولذلك يجب أن يتنبه الإنسان إلى ذلك في أن لا ينكث عن نداء الله له. لأن لو أبويا ناداني ولا رحت لوشي يزعل مني. ولذلك يقول الحق في بعض أحاديثه القدسية، يقول من أجابني حين أدعوه أجيبوه حين